نحن طلبنا الأساس أن يكون هناك حكومة محايدة مستقلة، رئيس وزراء والغلول الوزارات الأساسية لابد أن تكون سيادية، لابد أن تتغير، وفي مقدمات وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الشباب، وزارة التمويل. هناك يعني كان هناك حوار منذ عدة أشهر. سنرى إذا لم يتم هذا لن نعتبر هذه الوزارة وزارة مستقلة ومحايدة، وسنستمر موقفنا كما هو أنه لم نكن هناك استجابة لما طلب الجمهور. نحن واضحين، نحن لا نطلب شروط، وإنما لن نطلب كما نطلب لسلم ديمقراطي مختلف.